سلام البنات، كي دايرين؟ صافي عليكم، اموركم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ كي دوزتوا عيدكم؟ كي خرج ليكم حواليكم؟ كل شيء بخير، كل شيء مزيان. نتمنى ان شاء الله يكونوا لها فيديو عجبوكم، وان شاء الله ما نكونش ثقيله على قلبكم. وهذا مكان، كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ كي خرجت لك اختي الدواره؟ كي جات اختي حوليا؟ راه حطيت لك الفيديو قبل وما طلعش مع هاد الكونيكسيون هادي، عطيت لك صاحبتي الفيديو قبل وما طلعش. المهم الميمات ديولي مح عليكم، بزاف ديال الكومنتات درتي بيا ما بقيتيش كتجيب لي الميمات. الميمات الميمات ديولي على راسي وعيني، هذوك الكبيدات ديولي، هذوك دعاويهم واقفين، هذوك الشايمات ديولي، هذوك لا في دامور ديالي مح عليكم. انا خرجت يا حولي زوين، وغسلت الكرشه وصيقت وغطيت كرشتي. ها اختي شتي، انا راه عاد قمت حيدينيش من بالك الزين، تبعتوا الخطوات ديال الرايده ديال القديد اختي، تبعتوهم. انا هنا لله، ما كناكلوش وما كنديروش. المهم البنات، بغينا نهضروا في واحد الموضوع اللي لقيت عليه بزاف ديال الميساجات. كيقولوا لي يا عائشه، اشنو بينك وبين ندى؟ علاش ما كتهضريش على ندى؟ اشنو بالك في الموضوع ديال ندى؟ واش هادي واش هادي؟ شوفوا البنات، انا بحكم ديك الدريه كان بيننا وبينهم خويا، راه يتزوج بالام ديالها مني، ما بقاش كل واحد سهل، كل واحد شتي قارو. انا ندى ما بيني وبينها والو، وبقى فيا الحال غير فاش تشد رايده وما جاوش وداكشي، وكعيط ما بقيتش كندوي معاها. هذا علاش اول حاجه. ثاني حاجه البنات، ندى كتبقى وليا وكتبقى مراه، يعني دوزت غدوز الحبس، ندى ماشي طيح البقره يكثروا الجناوه. ندى تشدات، يبدا ينوض واحد يعيرها، ينوض واحد يقول بسرها، ينوض واحد راه حشومه، حشومه اللي خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه البنات. غير هادشي باش تكونوا فاهمين عليه، يعني وديروا النوف بهنا. راه هادي كيقول لك غير دار الصابون، اللي ما صب اليوم يصب غدا. كيما انت تشفيتي بهذيك بنت الناس وهذيك الوليه، غيجيب ربي مني تشفافك انت، ولا يتشفاف اختك، ولا يتشفاف الام ديالك. لهذا علاش ما خاصش بنادم يتشفى. هذيك الدريه غلطات او دارت شي حوايج اللي ما كانش خاصها ديرهم، الله يسهل عليها. حتى هي كانت كدير شي حوايج خايبين، كانت يعني شوفوا الكلمه كانت، ما بقاتش جوجات، بغات تكون راسها، بغات تكون حياتها، بغات تكون حياه الزوجيه ديالها في دارها. والحمد لله حنا كنا كنشوفوا راه كانت غدا بخير، لا هي لا راجلها، كانت كدير ستوريات زوينين، كدير بلوغات زوينين، يعني كانت دري غدا بخير. بنادم ملي كيدخل وكيبقى يعمر لك في راسك وكيبقى يقول لك ديري وديري، بنادم ما كيبغيش يشوفك فرحانه، ما كيبغيش يشوفك بخير. هذا علاش بقاو على ندى بالهضره، وبقاو على تا عمروا لها راسها ولات مسكينه في طايحه في هاد المشكلات. والله يطلق سراح جميع المسجونات والمسجانين، لانه حتى واحد ما كيكره مسكينه. كانت ناويه تعيد مع ماماها ومع بنتها وحامله، يعني بنادم دخل الحبس حامل شويه قاصحه، فهمتوا؟ يعني الله يرحم لكم الوالدين، ندعيو. غتقولوا لي صيفطوا ديك فلانه للحبس، وتا هي مراه وتا هي هادي، هذيك صيفطناها للحبس على فمها، ورغم ذلك فاش كانوا بغاو يسامح، فاش كان رايده بغا يسامح لها، هي ما هضرتش زوين وخدات القانون ديالها وداكشي الى اخره. المهم هذا علاش احنا وما كنتشفاوش، ما كنتشفاوش، ما كنتشفاوش. علاش؟ حيت حنا بقات فينا ديك الدريه، شاركنا معها الطعام، نعست فراشنا، نعسنا في فراشهم. هذا علاش انا بقى في الحال، انا ديك الدريه ما نقدرش نهضر عليها بالعيب، ولا اي دريه تشدات او طرا لها مشكل او هادي، انا بنت ما نقدرش نهضر ببنت. راه هذيك اللي كتكون بنت وكتهضر ببنت، راها بنت حرام، ما مربياش وما مأصلاش وما كتعرف الدنيا باش كدور عليها في الاخير، فهمتوا البنات؟ انا ما نقدرش ندوي في دريه. وشوفوا رغم ذلك تكون دارت اي حاجه وتكون ما عرفت شنو دارت وكذبت وما عرفت شنو، ولكن راه كتبقى بنت بلادنا، كتبقى منا، كتبقى من زعما احنا واحد. يعني بنادم خصو يتعاون مع ديك الدريه وكل شيء،
كل شيء دعي ليها ان شاء الله والفرج لها هي ولجميع امه محمد، وان شاء الله تخرج ودير عقلها وما تعاودش دير شي حوايج اخرين، ما تعاودش تغلط. وهي بصح هي راه ما كانش هادشي في بالها، هي اللي كنتو كتشوفوا البنات. انا حيت كنت كنشوفها في الانستغرام كانت كتحط ستوريات زوينين، كتحط فلوقات زوينين، كتخرج هي وراجلها، كتضحك هي وراجلها. يعني بنادم شوفوا ونقول لكم حتى العين واعره مني كتبقى فهمتي كتشطي داكشي، وبنادم كيشوفك بنادم تابعه بحال مني تشدات هي البنات حشومه. انا شحال واحد شفته كان كيقول على صاحبتي ونادى 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 ونادى، وفي الاخير طالع داير عليها فيديو وكيعرفها وكيحرض في الشعب عليها. واش نتوما ما كتمرقوش؟ واش داك الطعام اللي كتاكلوا مع بعضياتكم واش ما كديروش بين عينيكم؟ راه داك الطعام راه كيخرج، راه كيخرج لك في صحتك، كيخرج لك في بزاف د الحوايج. راه هاد بنادم اللي ولا هاد كي غنقول لكم اللي ولا في هاد الوقت هادي، راه ولا واحد الانسان غدار. قليل اللي كتلقاي بنات الناس ولاد الناس طايح يوقفوا معاك وما يفوتوكش معاك في الشده وفي السره وفي بزاف د الحوايج، راه قليله البنات. بحال انا شفت حمزه راجلها لي فيديو والام ديالو كيبكي، وانا قزت وحده قالت في كومونتير سير بدل لي كوش. حتى شاد الهضره ديال الزبل، شاد الهضره ديال التحيوانيت، شاد الهضره ديال التحيمارين. راه حشومه تقاو تستفزوا بنادم. راه هذيك حتى هي بنتو على مرتو غدا بعد غدا منين غتولد وغتخرج من الحبس وغتولد، فاش غتولد ما كاين معاه حتى واحد، شكون غيبدل لبنتو؟ بنتو هادي بنتو راه غيبدل لها هو، راه كتبقى بنتو. على دابا انت ملي كيعاونك راجلك ولا راه شي هضره راه كتقولوها راه ما كتدخلش الراس، راه فغيمون ما كتدخلش الراس. يعني بنادم كيتشفى بهاد اللغه، راه حشومه راه اللي تشفى يتبلى واللي تعجب يتبلى. يعني حشومه عليكم، حتى هي بنت، هي بنت بلاد، حتى هي ندعيو لها بالفرج، ندعيو لها بالهدايه، نوقفوا معاها ما نخليوش البراني يتفرج فينا. واش نتوما صحابها تاكلوا معاها وتشربوا معاها وتريحوا معاها، وفي الاخر كتطلع دير طلعي بعدا. انا شفت بزاف طلع واحد دار عليها في التيك توك، اويلي اويلي هذاك راه العالم دو عليها فيه، دو في التيك توك دو في الانستغرام، دار لايف في التيك توك عطشي 3 سوايع، سالا من التيك توك داز الانستغرام دار فيه ساعة ونص ديال اللايف، دار فلوغ. اويلي تمالك باغي تجاهد؟ اويلي واش بنادم مريض؟ تتفكر الطعام اللي كنتي كتاكل انت وياها، تفكر بزاف د الحوايج اللي كنتي كتاكل انت وياها، ويسالي وبداو يعايروا. راه هاديك الحمار المسخ هذاك اللي سيفتو خايبة، فهمتي؟ عرفتيني داك المراوي داك اللي يدير فورمتو قدامه، فهمتي انت داك المراوي هذيك كتبقى بنت، وكتبقى بنت بلادنا وما غاديش نفوتوها، وتا هي وليا. راه انت راجل وما قديتيش على داك القنت، فهمتي؟ عاد باقا هي اللي مسكينه الدريه كتشفف، الله يعطيك العذاب. تفوش من نوع انت ديال البشر؟ شمن نوع دارت معاكم مزيان، ولكن فريمون هاد الشيء هذا ما كتبغيش لعدوك، الحبس ما كتبغيش لعدوك، الحبس ما كتبغيش لهذاك اللي كون ما عرفتش لعدوك، ما عرفتيش مصرف فك، ما كتبغيش ليه الحبس، حيت الحبس حتى واحد ما كيبغي. انا عدويا يكون ممكنني وما عرفتش ندير وما نبغيش ليه الحبس، حيت اول حاجه غنفكر لها هما دوك الوالدين اللي غيتجرجوا. هي ديك البنت دابا، ديك البنت مسكينه ما توحش امها، ما غتشوف امها، ها ما تقول امي امي. وبصح ام ديالها غلطات، ولكن حنا ما نزيدوش نحكروا على الدبره، ما نزيدوش نحكروا على الدبره، واخا حنا ولا وحدين اخرين الاراء ديالنا ما كيهمهمش هما. يعني حشومه بنادم ما يبقاش يتشفى، تبقاوش تشفاو. راه هذيك راه دريه، راه غدا بعد غدا القانون ديالنا النازي غادي يحكم عليها واحد القدر، وغادي يدوزو غادي تخرج كأي واحد. وشكون اللي غادي يبقى في العداوه غير هذاك اللي سبق العيب، وتبقى فيكم امها مسكينه على ديك الحاله كتبكي راجلها. يعني حشومه. انا الصراحه انا نهار دخل خويا الحبس راه كنبكي عليه في اي حاجه، لانه هذاك الحبس راه بزاف د الحوايج كتحرمي من الخو من الحاله، بزاف د الحوايج. عاد بنتها هي اللي باقا صغيره تبغي تخش حدا ماما، تبغي تنعس حدا ماما. راه الله شنو نقول لكم، الله يهدي النفوس
والله يهدي واحد على واحد. وانت داك المشفي متقاش تشف الدري حيت اصلا هي كتبقى غير وليا سير قابل خدمتك ولا قابل فورمتك ولا شوف اش دير. او الله يدير ليها شي تاويل هي وجميع المسلمين افا اجمعين يا ربي. و يا ربي نسمعوا شي اخبار زوينه عليها ان شاء الله والله يهديها والله يهدي جميع المسلمين البنات. وهذا هو الرد ديالي على الموضوع ديالنا هذا. نتمنى لها ان شاء الله الفرج 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 يا ربي. وكنبغيكم ومحليكم، و الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع صحابكم.